بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب الفضائل في باب فضل الأذان، قال رحمه الله تعالى: وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وهذان الحديثان حديثان عظيمان، وقد تكلمنا في أول هذا الباب عن فضل الأذان. وهذا الأذان كما ذكرنا أنه خصيصة لهذه الأمة، خصيصة لهذه الأمة المحمدية، وقد فرض في السنة الثانية للهجرة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع مع الصحابة رضي الله عنهم ليتخذوا لهم شعاراً للصلاة، فقال بعض الصحابة: نفعل كما فعل اليهود يجعلون لهم بوقاً، وقال بعض الصحابة: نجعل لنا ناقوساً، يعني الجرس كالنصارى. ثم رأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه رؤيا في المنام أنه رأى رجلاً يبيع هذا الناقوس، فقال: أريد أن أشتري منك هذا. فقال له: وماذا تريد به؟ قال: ليكون شعارا للصلاة. فقال له: هل أدلك على خير من ذلك أو كما جاء في الحديث؟ ثم ذكر له هذا الأذان بالصفة التي نؤذن بها. ثم جاء عبد الله بن زيد رضي الله عنه وألقى هذه الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يلقيها على بلال، وقال: إنه أندى صوتا منك. فهذا هو أصل تشريع الأذان. وهنا أيضا مسألة أن هذه الرؤية المنامية كما مرت علينا في الدروس أن الرؤية المنامية لا تبنى عليها تشريع، ولكن هذه الرؤية المنامية أيدها الوحي، فلذلك لا يأتي مستدل يستدل بمثل هذه القصة على جواز استعمال الرؤى المنامية في العبادات والتشريع، لأن هذه الرؤى المنامية إذا لم تكن مؤيدة من الوحي فإنه لا عبرة بها، يستأنس بها فقط، تؤخذ للاستئناس للاعتبار، أما أن تؤخذ منها أحكام لا، ما تؤخذ أحكام إلا بتأييد الوحي، والوحي قد انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم. والمسائل المتعلقة بالأذان: أيهما أفضل، الأذان أو الإمامة؟ وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم اختلافا كبيرا، فمنهم من قال: الإمامة أفضل لأنها عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: الأذان أفضل لورود الأحاديث الكثيرة في فضل الأذان والمؤذنين. وتوقف بعض أهل العلم في هذه المسألة وقال: لكل فضل، أي للإمامة فضل والأذان فضل. وعلى كل حال، الأذان فضيلة عظيمة وعبادة جليلة، يكفي أنها إعلان للتوحيد ودعوة إلى أعظم الفرائض وهي الصلاة. ولذلك جاء في هذا الحديث حديث معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة. رفعوا أصواتهم في هذه الحياة الدنيا دعوة للتوحيد ودعوة لهذه الصلاة العظيمة، فكان الجزاء من جنس العمل وأفضل، فالله عز وجل يجازي من جنس العمل وأفضل من ذلك، فكان جزاؤهم عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أن يكونوا أطول الناس أعناقاً حتى يظهر فضلهم على رؤوس الخلائق أجمعين. وهذا من الأحاديث التي استدل بها بعض أهل العلم على تفضيل الأذان
على الإمامة. قالوا ليس هناك فضل مثل هذا الفضل في بيان الفضيلة والرفعة، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يجعل المؤذنين أطول الناس أعناقا يراهم الجميع، بيانا لفضلهم وشرف مكانتهم ولما عملوا في هذه الحياة الدنيا من هذا العمل الجليل. وحديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن أبا سعيد قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، إني أراك تحب الغنم والبادية، والحب حب الأماكن الطبيعية يختلف من إنسان إلى إنسان، بعض من يحب البادية ومن يحب القرى، تختلف على طبيعة الإنسان، ولا يذم الإنسان على هذه الحبة الطبيعية، على هذا الحب الطبيعي. قال إني أراك تحب الغنم والبادية، فهنا هذا الحب طبيعي، لكن هناك أحكام شرعية تترتب بينها له أبو سعيد رضي الله عنه وارضاه. قال فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فأرفع صوتك. إذن هنا مشروعية الأذان لمن كان وحده في البر، وأيضا سنية رفع الصوت حتى وإن لم يكن معك أحد، أرفع صوتك بالأذان كما قال رضي الله عنه، قال فارفع صوتك بالنداء. ما هي العلة؟ فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. إذن تشهد الإنس تشهد الجن، ثم قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء، وهذا نكرة، الصوت يا أخوان يا ولد هنا درس لا تسوي إزعاج. قال فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء، شيء نكرة تفيد العموم، فكل ما يسمع صوت المؤذن سواء جن إنس شجر حجر رمال أي شيء يسمع صوت المؤذن فإنه يشهد له يوم القيامة، لأن هذه نكرة تفيد العموم. قال ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حتى يبين أن هذا ليس الكلام من عنده، قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم يقل هذا من رأيه، وإنما قال ذلك سماعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا مسائل على هذا الحديث. أولا كما ذكرنا سنية الأذان في البر وسنية رفع الصوت بالأذان، فإن كان لوحده فإنه يستحب له ولا يجب، يستحب له ولا يجب. أما إن كانوا جماعة اثنان فأكثر فإنه يجب عليهم وجوبا أن يؤذنوا، يجب عليهم وجوبا أن يؤذنوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، عندما أمر مالك بن الحويرث بعدين جاءوا إليه يتعلمون ثم أرادوا الرجوع إلى بلادهم، قال وليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. قال العلماء وهنا الأمر للوجوب وليؤذن أحدكم، فدل على أن الأذان إذا كانوا جماعة في مكان لا يرفع فيه النداء أنه يجب عليهم، أما إذا كان في مكان يسمع فيه النداء فإنه يبقى الحكم على فرض الكفاية، إن أذنوا فهذا حسن وإن لم يؤذنوا فإن فرض الكفاية سقط بأذان أهل البلد. لكن من كان في البر وليس عنده أذان وكانوا جماعة فإنه يجب عليهم في هذه الحال الأذان والإقامة، يجب عليهم الأذان والإقامة. أما إذا كان وحده فإنه يستحب في حقه الأذان والإقامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.